هذا وتشهد جمهورية مصر العربية استعدادات مكثفة وفعاليات مواكبة لانطلاق فعاليات الاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات الرسمية الإماراتية المصرية، والتي تنظمها حكومة دولة الإمارات بالتعاون مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 26 إلى 28 من أكتوبر الجاري بمصر. يوسف كانو لديه التفاصيل. تاريخ وحاضر ومستقبل، هكذا هي العلاقات الإماراتية المصرية التي أكملت عامها 50. فالاستعدادات مكثفة في جمهورية مصر العربية للاحتفاء بتأسيس العلاقات الرسمية بين البلدين، والتي تنظم خلال الفترة من 26 حتى 28 أكتوبر الجاري. مهرجانات رياضية ضخمة ستحمل أعلام الدولتين ستقام في جميع المحافظات المصرية، إلى جانب تنظيم معارض وملتقيات تراثية وفعاليات ثقافية متنوعة تبرز روح تلك العلاقات وتنوعها الفريد. وستواكب هذه الفعاليات تغطيات شاملة ومتنوعة في وسائل الإعلام الإماراتية والمصرية لإلقاء الضوء على علاقة الأخوة النموذجية التي تجمع بين البلدين الشقيقين وتاريخها وأبرز محطاتها. ويعكس الاحتفال بين مصر والإمارات عمق الروابط بين البلدين، تدل على وجود امتداد شعبي وتوافق في الرؤى بين القيادتين، يتميز بسمات خاصة تتخطى حدود البعد الجغرافي، ويغلب عليها الطابع الاستراتيجي والتعاون والتكامل والتواصل الحضاري بين البلدين الشقيقين.